وشاء الله أمرا قد قضاه ولله المشيئة والقضاء بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة رابعة متوسط في تكملة لدروس الكتاب المدرسي إذا افتح الكتاب على الصفحة 74 75 ونبتدئ على بركة الله إذن بدايه كالعاده نبتدئ بصفحه النص والاسئله نوزيتيديون لا بوردوني سيركونسونسييل دو بوت اذا رح نقراو جمله الهدف لو بوت جوبسيرف اي جاناليز الاحظ واحلل لا جورني انترناسيونال دو فيفر اونصومبل اون بي اذا اليوم العالمي للعيش معا في سلام اون بي لو تيست بريزونتي بار لالجيري الجيري ا جينيرال دي ناسيونز يوني إذا النص الذي قدمته الجزائر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أيتي أدوبتي سون تم اعتماده بدون تصويت و وأعلن عنه لو ساز مي إذا من يوم 16 ماي جورني انترناسيونال دو فيفر أونسومبل أون بي إذا اليوم العالمي للعيش معا في سلام pour que soient mobilisés régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix. Et puis, il y a Tim Mahashidjohud, il y a Mouchetema et Douali International, Bintidam régulièrement, en faveur de la paix et des sales, de la tolérance et de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité. التفاهم والتضامن et l'occasion pour tout d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble et وهي ايضا مناسبه او فرصه للجميع للتعبير عن الرغبه العميقه le désir profond الرغبه العميقه في العيش معا في سلام uni متحدون dans la différence et dans la diversité اذا متحدون في الاختلاف والتنوع en vue de بهدف bâtir un monde viable reposant اذا بهدف بناء عالم قابل للحياة sur la paix la solidarité et l'harmonie عالم قابل للحياة في السلام والتضامن والوئام الوئام إذا هذا فيما يخص النص نمر إلى الأسئلة les questions première question Quel est le titre du texte présenté par l'Algérie ما هو عنوان النص المقدم من طرف الجزائر إذن العنوان هو La journée internationale de vivre ensemble en paix إذن le titre du texte présenté par l'Algérie est إذن كما سبق avec Deuxième question Quel est le but de cette initiative ما هو هدف هذه المبادرة Initiative هي المبادرة إذا لما نرجع النص نصيب هنا بوغ كو اذا الهدف تاعو حتى واش حتى يتم حشد جهود المجتمع الدولي بانتظام لصالح السلام والتسامح والتفاهم والتضامن وإتاحة الفرص للجميع إذاً كما كنت تشوف بوركو حتى لا سوليداريتي إذاً هذه الإجابة الصحيحة لو بوت دو سيت انيسياتيف اي الهدف من هذه المبادرة هو دو موبيليزي لي زيفور دو لا كومينوتي انترناسيونال اون فافور دو لا بي

تخاف ك راح نشوفوها بعد قليل اذا العباره اللي دخلنا بها الاجابه نتاعي لا سيبور دوني دو بوت اي انت رودويت بار لا كونجونكسيون بور كو اذا جمله الهدف قدمت بالعباره التاليه اللي هي بور كو جو روتين لا بروبوزيسيون سيبور دوني سيركونسونسييل دو بوت اذا الشرط الثانوي الظرفي للهدف اللي هي جمله الهدف اي يوتيليزي تستعمل pour exprimer l'intention للتعبير عن النيه l'intention l'objectif a atteindre او الهدف المراد الوصول اليه او contraire a éviter او بالعكس اي المراد تجنبه اذا نستعملوا هذه جمله الهدف وقتاش نستعملوها للتعبير عن النيه ولا نستعملوها للتعبير عن الهدف المراد الوصول اليه او التعبير عن الهدف المراد تجنبه اذا elle peut commence par يمكن أن تبدأ ب كيفاش نعرفها pour que afin que de crainte que de pour que إذا pour que afin que تقريبا عندهم نفس المعنى من أجل أن ودو كخانت كو ودو بوخ كو عندهم نفس المعنى أيضا خوفا من أو خشية من إذا لو فيرب دو لا سيبوردوني دو بوت إي أو سيبجونكتيف إذا الفعل في الجملة تاع الهدف يكون في المود تاع السبجونكتيف لماذا؟ لأنه بعد الكو دائما ما الأفعال في السبجونكتيف كار إيل ساجي ديكسبريمي اون انتونسيون ان نو ان ريزولتا سارتان علاش استعملنا في السبجونكتيف؟ لأنه يتعلق الأمر بالتعبير عن النية إذا حاجة مش مؤكدة النية نتاعي راح نديرها إذا حالة شك لذلك نستعملو السبجونكتيف وايضا راحين نعبروا على نتيجه غير معينه او غير مؤكده لذلك نستعملو لو مود سبجونكتيف على عكس لو انديكاتيف اللي هو نستعملوه في الاشياء اللي رانا متاكدين منها ومتيقنين منها اذا هذا فيما يخص هذه القاعده ايكليغاج دون اون فراس سامبل في الجمله البسيطه وشير هي الجمله البسيطه هي التي تحتوي على فعل واحد أما الجملة اللي فيها فعلين فأكثر نسموها اون فراز كومبلكس إذن دون إن فراز سامبل في الجملة البسيطة لي دي دو بوت فكرة الهدف إي إكسبريمي باغ أن غروب نومينال فكرة الهدف يمكن أن نعبر عنها بجملة اسمية أو أن فيرب على الإنفينيتيف أو نعبر عليها بفعل في المصدر يعني غير مصرف. انتخدوي باغ افان دو كما شفتوا قبل قليل أن نستعملو afin كو و بور كو هنا في الجملة البسيطة نستعملو afin دو و بور دون لو بيت دو دو بور دو دو كرانت دو أون في دو إذن دو بور قبيل دو قبيلة لقينا دو بور كو دو كرانت que قبل قليل لكن هنايا دو كرانت دو دو بور دو دون لو بيت دو هادو نستعملوهم في الجملة البسيطة وعادة ما يأتي وراها فعل غير مصرف ما صرفوش في السبجونكتيف ولا انديكاتيف اذا يكون لو فيرب ا يعني غير مصرف اظن ان الفكره واضحه جو فيغيفي اتحقق لا سيبوردوني دو بيت جمله الهدف اي توجور او سبجونكتيف اذا بطبيعه الحال إجابة صحيحة دائما جملة الهدف الفعل نتاعها نصرفوه في السيبجونكتيف لماذا؟ لأنه قلنا بعد بوغ كو ودو كرانت

dans une phrase simple اذا فكره الهدف لا يمكن ان نعبر عليها في جمله بسيطه اذا هذه اجابه خاطئه لماذا لانه شفنا قبل قليل قلنا dans une phrase simple les deux, deux buts est exprimé par un اذا اجابه خاطئه اذا هذا فيما يخص هذه الصفحه نمر الى الصفحه المواليه لا page 75 اذا ركز معي جيدا اذا نبتدئ بالتمرين الاول جومونت خان التدرب.

كان دائما ما يكافح pour que les fillettes de son village aillent à إذن جدي الأكبر لطالما كافح من أجل أن فتيات القرية يذهبن للمدرسة إذا اللي هما تصغير لكلمة فتاة إذن كيفاش نعرف أن جملة هدف ولا سموها لا سيبوغ دوني دو بوت إذن لو ترجع الجوغوتيا قلنا نعرفها pour que afin que de crainte que دو بوكو. اذا راح على الجمله التاليه بوركو لي دو اي اذا هذا لو فيرب مصرف في السبجونكتيف علاش لانه بعد بوركو نصرفو في السبجونكتيف دوزيامو لالجيري لو او إذن الجزائر اختارت الطب المجاني لا ميتسين

مونديال اذا ميثاق حقوق الطفل راى النور افيلو جوغ يعني راى النور من اجل حمايه هذه الفئه من سكان العالم لا مونديال هنا ما نسطرش علاش لانه نعطي لي فكره الهدف ماهيش لا سي دو بيت لانها افان دو ماهيش افان كو كيما هنايا متفاهمين اذا لا دي سطرتها باللون الازرق باش تفهموا وتفرقوا بين لا سي دوني دو بيت وليدي دو بيت elle a eu recours à un avocat de pour que ses droits ne soient bafoués اذا استعانت بمحامي خوفا من انتهاك حقوقها اذا دو بوركو هي خوفا من ان حقوقها تنتهك اذا دو بوركو هي لا سيبوردوني دو بوت لي دي دووا اومان جمعيات حقوق الانسان لوت pour اذا تكافح من اجل l'éradication دو توت forme d'injustice اذا جمعيه حقوق الانسان تكافح او تناضل من اجل القضاء على جميع اشكال الظلم لانجستيس هو الظلم اذا هنا عندي ليدي دو بيت يعني فكره الهدف ما عنديش لا سي دوني دو بيت كيفاش نفرق بيناتهم هنا عطى لي بوغ اما لا سي دوني دو بيت يعطوني بوغ كو افان دو الفرق تاعها هي افان كو

الأفلان اللي هي جبهة التحرير الوطني أ دي سيدي دون جريف دو وي إذا قررت أن تقوم بإضراب لمدة ثمانية أيام. لا كيستيون ألجيريان سوا ديباتو على لا دوزيام أسومبلي دو لونو، إذا في عام ألف وسبعه وخمسون جبهة التحرير الوطني اللي هي الأفلان قررت أن تدخل في إضراب لمدة ثمانية أيام، هنا نقولو من أجل. من اجل ماذا من اجل القضيه الجزائريه ان تكون محل نقاش في الدوره الثانيه عشر للجمعيه العامه للامم المتحده اذا مادام نقول من اجل نستعمل فور والله ولا عندهم نفس المعنى دوزيامو دي associations فون pression اذا جمعيات تمارس ضغوطا على الحكومات دي réfugiés ne سوا maltraités. إذا هنا واش نقولوا من أجل ولا خوفا هنا نقولوا خوفا من إساءة معاملة اللاجئين إذا لي ريفوجي هما اللاجئين كما شرحناهم في الصفحة السابقة إذا هنا نقولوا خوفا من أن يساء معاملة اللاجئين إذا نستعمل دو بوركو ولا دو كرانت إذا هنا لازم تكون فاهم الجملة لا فراس سي لو بروفيسور لي دي دو لا دي دووا دو لونفو إذا الأستاذ يقرأ مقالات من ميثاق حقوق الأطفال. Les élèves préparent leur التلاميذ يقومون بإعداد عرضهم التقديمي أو بحثهم. إذا واش نقول هنا؟ من أجل. إذا نقول pour إذا الأستاذ يقرأ مقالات من ميثاق حقوق الأطفال ليقوم أو من أجل أن يقوم التلاميذ بتحضير بحثهم. ما نقدرش نقول خوفا من أن يقوم التلاميذ. إذا بطبيعه الحال نستعمل بوغ كو ولا افين كو دي زاسوسياسيون هيمانيتير اورغانيز دي جمعيات انسانيه تنظم عروضا لي زونفون اوسبيتاليزي سو ديفيرتيس حتى يتمكن الاطفال الموجودون في المستشفى إذن لي زونفون اوسبيتاليزي يعني راه موجودين في المستشفى باش يستمتعوا إذن نقولوا من اجل افان كو ولا بوركو نفس المعنى لاسوسيتي سيفيل سو موبيليز إذن المجتمع المدني يتحرك لو فينومان دي فام باتي نو سوا مارجيناليزي إذن المجتمع المدني راهو يتحرك علاش لأنو ظاهرة النساء المعنفات خايفين منها أنها تنتشر إذن نقولو دو كرانت كو ولا دو اذا المجتمع المدني يتحرك خوفا من تهميش ظاهره النساء المعنفات يعني يجب التحرك في اقرب الاجل ثانيا <ترجع> جو كومبليت لي فراس سويفونت دو فاسون ا لو اذا قال لك اكمل الجمل التاليه للتعبير عن الهدف اذا عندنا خمس جمل راح نكمل كل جمله على حده لا فراس ا Les enfants ont le droit de s'exprimer librement afin de. إذن الأولاد لهم الحق في التعبير بحرية afin de حذاري ما هوش afin que لما يعطيني afin de حاجة ولما يعطيني afin que حاجة أخرى إذا ركز معي جيدا إذا afin de développer leur esprit critique لكي يتم تطوير تفكيرهم النقدي إذا كما راكم تلاحظوا بعد afin de هنا الفعل ما نصرفوش يبقى verb à l'infinitif. حذاري لو كانت افان كو هذا الفعل نصرفوه في المود سبجونكتيف. مثال اخر افان de vivre dans la joie يعني من اجل العيش بسعادة. مثال اخر افان de prendre confiance en eux يعني من اجل الوثوق بهم او من اجل اعطاء ثقة في انفسهم. اذا الفخاز ب ونلجيري في الجزائر ليكول اغراتويت اذا في الجزائر المدرسه مجانيا من اجل ان اذا نعطي لي بور حذاري شوف معي المثال الاول اذا بور tous تولي زونفون سوا instruits من اجل ان يتعلم جميع الاطفال اذا هذا لو فيرب اتخ مصرف في السبجونكتيف لماذا لانه بعد بور كو نصرف لو مود مثال اخر بور كو enfant الجيريان trouve une place à l'école. لكي يتمكن كل طفل جزائري من إيجاد مكان في المدرسة. مثال آخر pour que chacun puisse apprendre من أجل أن يتعلم الجميع. puis هو le verbe pouvoir في السبجان. La phrase c'est Une compagnie de vaccination a eu lieu dans la région de pour que de خشية من أو خوفا من إذا بعد هذه دو بوركو نصرفو في السيبجونكتيف إذا دو بوغ كون إبيديمي نو سو بروباج إذا خوفا من انتشار هذا الوباء لا دي لا سيجارات أ إيتي انترديت دون لي ليو بوبليك كو إذا التدخين تم حظره في الأماكن العامة لي ليو بوبليك كو حتى إذا نعطي المثال الأول إذا أفن كو l'air نو سوا با vicié إذا حتى لا يفسد الهواء يعني يبقى نظيف إذا سوا هذا لو فيرب إتر أو سيبجونكتيف مثال آخر أفن كو لي فيزيتور بويس ريسبيري دو لير بور إذا حتى يتمكن الزوار لي فيزيتور أن يتمكنوا من استنشاق هواء نقي مثال أخير أفن كو لاتموسفير نو سوا بولوي حتى لا يتلوث الهواء الجو كما راكم تلاحظوا ان الافعال كلها مصرفه في لو مود سبجونكتيف لو فيلاج ا ايتي راكوردي ا لو كورونت بور كو اذا القريه كانت موصوله بالمياه الجاريه اذا بور كو من اجل بور كو لا في دي فيلاجوا سوا بلو كونفورتابل لكي تكون حياه القرويين لي تكون اكثر راحه مثال اخر Pour que les villageois bénéficient d'une alimentation régulière ou non potable. C'est ce ou est le cas de la famille. C'est ce qui est le cas de la famille. C'est ce qui est le cas de la famille. Mon avis en calcul. Tes camarades souhaitent monter une pièce théâtrale sur l'entraide et la solidarité. Rédiger un dialogue. Dans lequel tes camarades et toi exprimerez votre point de vue introduit une circonstanceuelle du but. إذن وش جالينا؟ يريدون تقديم عرض مسرحي حول المساعدة والتضامن المتبادلين. إذن نون هي المساعدة المتبادلة. سلي هي التضامن. إذن أكتب حواراً تعبر فيه أنت وزملاءك عن وجهة نظرك وقدم جملة فيها. الهدف إذا ركز معي جيدا في هذا الحوار حول التضامن هذا التعبير يمكن أن تستفيد منه كثير ركز معي Hier à l'école un dialogue s'est déroulé entre Amin et Samir إذا البارحة أو بالأمس دار حوار في المدرسة بين أمين وسمير au sujet de حول موضوع التضامن la solidarité c'est une valeur qui développe notre société dit Amin et التضامن هو قيمة تنمي مجتمعنا يقول أمين. Je suis d'accord avec toi. أنا أوافقك الرأي أو أتفق معك. ريبوندي سامير. أجاب سامير. Ça nous permet de vivre en fraternité et harmonie. هذا يسمح لنا بالعيش في أخوة وانسجام. Oui, effectivement. يعني بالطبع إلنكوراج لامور يعني يشجع على الحب لاميتي الصداقة اونتر لي جون بين الناس مي كو دوا تون فار بور انكوراجي سيت فالور سوسيال لكن ما الذي يجب عمله لتشجيع هذه القيمة الاجتماعية؟ إلفو مونتخي او جون يجب ان نظهر للشباب qu'on a toujours besoin les uns des autres bien bi les uns des autres qu'on est tous musulmans ou et que notre religion recommande d'être solidaires tu as raison nous devons sensibiliser les gens pour vivre ensemble أومبي يعني انت على حق يجب توعيه الناس للعيش معا في سلام اذا هذا حوار على التضامن كما راكم تشوفوا كاين لي تبدا بال تبدا يمي وتخلص يمي وعندك هنايا لي تيغي تغير المحاورين يعني هذا يهدر مثلا سمير ثم امين سمير امين الى آخر هذا هو نموذج عن حوار التضامن كين موجود في القناة أيضا تعبير كتابي على لو لغاسيزم العنصرية على التسامح على التضامن كل شيء بهذه الصيغة القناة فقط تجده بإذن الله إذن في آخر هذا الفيديو أشكركم على حسن المتابعة في فيديو آخر إن شاء الله لا تنسون من خالص دعائكم سلام